ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موراي ستيت. أهلا وسهلا دكتور إحسان بك على شاشة الغد. سألك في البداية عن مدى تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة على الانتخابات الأمريكية، على الحملات المبدئية التي نشهدها اليوم. تحياتي أولا. يعني هناك انطباع عند البعض أن قضية غزة هي قضية كبيرة في أمريكا وموضوع مهم. للأسف الشديد موضوع غزة ليس موضوع مهم إطلاقا بالنسبة لعامة الشعب الأمريكي. الأمريكيين يهتموا للسياسة الخارجية والحروب فقط عندما يكون هناك أمريكيين يموتوا أو ينجرحوا. ليس هناك جرحى أمريكيين، ليس هناك قتلى أمريكيين، لذلك السياسة الخارجية ليست مهمة لعامة الشعب الأمريكي. نعم هناك الشباب، الطلاب، الجامعات، ولكن بشكل مجمل يعني هذا البلد ليس مهتم إطلاقا لغزة. هذا للأسف الشديد يعني، وكما عودنا الأمريكيون أنهم لا يهتمون للقضايا الدولية والخارجية. لكن يعني دكتور إحسان، يعني هناك استطلاعات للرأي تجرى وتجريها محطات يعني شهيرة، محطات تلفزيونية شهيرة مثل NBC News. استطلاع أخير أجرته هذه المحطة يقول بأن 70% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و 34 عاما لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب. إذن الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة حاضر بالفعل. نعم هي حاضرة فينا بفئة الشباب والأقلية، صحيح هذا صحيح، ولكن في نهاية المطاف السؤال هو هل الذي يذهب لينتخب سيكون يفكر في غزة؟ هل هو الموضوع الأول على باله؟ لا أعتقد ذلك، وننتبه أنه حملته الانتخابية لبايدن، بدأ حملته الانتخابية ليس بالحديث عن سجله، عادة يبدأ بالحديث عن سجله لأنه هو الرئيس الحالي ووعوده المستقبلية، ولكن بدأ في شيطنة ترامب. عمليا ترامب هو المرشح الجمهوري ويريدون يعني الإطار، العنوان العريض للحملة الانتخابية لبايدن هي أن الخطر على الديمقراطية، هذا الرجل خطر على الديمقراطية، يعني ربما أنتم منزعجين من سياستي هنا أو هناك، الضرائب، الفائدة، ولكن الشيطان ترامب. يعني يبقى أي أحد أفضل من ترامب، وأنا أفضل من ترامب لذلك. يعني ينتخبوا بايدن لأنهم لا يريدوا ترامب، هذه هي سياسة الانتخابية لبايدن، السيء والأسوأ، يعني المفاضلة بين السيء والأسوأ. نعم. طيب يعني الأحاديث الإعلامية والصحفية عن عدم رضا قطاع من الشباب على سياسة بايدن الداعمة على طول الخط لإسرائيل لا يمثل عامل قلق لدى الإدارة لدى فريق بايدن، هل هذا صحيح؟ شوف، الحزب الديمقراطي، الحزب اليهودي في أمريكا، الحزب الصهيوني في أمريكا، يمكن ربما ينفاجئ البعض، هذا هو الحزب الديمقراطي، هو الحزب الصهيوني في أمريكا، هو الحزب الديمقراطي، الحزب اليهودي هو حزب اليهود في أمريكا، هو الحزب الديمقراطي. المال، تصور أنت المال الذي يأتي للحزب الديمقراطي، 50% من المال الحزب أجمعه الحزب الديمقراطي يأتي من يهود أمريكا، وهم 2% من سكان أمريكا. لا يستطيع الديمقراطي أن يربح بدون المال اليهودي والأصوات الأفارقة الأمريكية. هؤلاء هم عماد الحزب الديمقراطي، صوت الأفارقة الأمريكيين والمال اليهودي، وبايدن يعرف أنه يملك صوت الأفارقة لأنه عين تعيينات كبيرة، أغلب التعيينات التي عينها في المحاكم هي للأقليات الأفارقة، فهو يضمن الأصوات وفي الإدارة وفي الأماكن، يعني نائبته سوداء أو نصف سوداء، وهناك وزير دفاع أسود، هناك عين كثر من الأفارقة في مراكز مهمة، فهو يضمن الصوت الأفارقة ولا يمكن أن ينجح بدونهم. والمال اليهودي معه، والأصوات اليهودية مؤثرة، هناك يهود في أماكن بالجرائد، بالإعلام، في مواقع مؤثرة، فإذا هو استعداهم بموقف مع الفلسطينيين ينقلبوا عليه، فهو هو ضامن هؤلاء. والصوت العربي والمسلم يعني مهم ولكن ليس ضروري للنجاح، هو يتجاهلهم يعني، والقول أنه يعني بيعملوا تغيير بالمعادلة لا أعتقد. يعني ما شاهدناه قبل عدة أيام من أنه يعني زعماء مسلمون أمريكيون من 6 ولايات من الولايات التي تسمى بالولايات المتأرجحة تعهدوا بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب جو بايدن
بسبب يعني دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة. يعني تأثير ذلك يعني حسب ما فهمت منك دكتور إحسان سيكون تأثيرا دعائيا إعلاميا وليس ملموسا في خضم الحملة. يعني هو الذي يراهن عليه بايدن أنه من الآن إلى الانتخابات، وهناك عدة أشهر يعني إلى تقريبا السنة، من الآن إلى الانتخابات ربما حرب غزة تصبح في الماضي وينسى الناس ويركز على الموضوع أنه طيب أنه ترامب سيء أسوأ مني بكثير. هو هذه المقاربة. الناشطين العرب المسلمين يقولون لا يحلم بايدن أن ننتخبه، لا إذا ما انتخبنا ترامب سننتخب شخص ثالث، يعني مثل جيل بايدن مثلا مرشح ثالث، ولكن ليس لها فرصة بالنجاح. فهم غاضبين وهم يعني يقولوا لن ننتخب بايدن إطلاقا. المشكلة بالنسبة للعرب المسلمين أن في موضوع فلسطين، يعني مختصر في هذه القضية، ليس هناك حزب لفلسطين فيه. الذي عنده قضية فلسطين ليس له يعني هوملس سياسيا، هو في ضائع، ليس له مكان، ليس له مكان، لأنه الحزبان هم حزبان صهاينة يعتمدوا على بلد يهودي والدور اليهودي. فلا يحلم الذي يريد أن ينتخب على أساس الأفضل لفلسطين ثلاثون أضرب من بعضهم، يعني ليس هناك مكان. إذا كانت هذه القضية ليس هناك مرشح، ليس هناك حزب. الحزب الديمقراطي، ولكن معضلة العرب والمسلمين في أمريكا أنه تحولوا إلى الحزب الديمقراطي بعد أحداث أيلول وإدارة جورج دبليو بوش واجتياح العراق، ولكن هذا الحزب ليس المكان الطبيعي لهم، إنه هذا حزب المثليين وحزب اليهود، يعني ليس هذا يعني يناقض يعني أجندتهم. هم تقليديين، هم يعني اقتصاديا محافظين واجتماعيا محافظين، ليس هذا المكان المناسب لهم. وتبين إذا كان موضوع فلسطين، يعني تبين بايدن هو أسوأ رئيس في كل تاريخ أمريكا. هذا الرجل لا أعتقد في كل تاريخ أمريكا كان هناك شخص يعني حاقد على الفلسطينيين ومتآمر عليهم ومشارك في إبادتهم ولا يهتم إطلاقا للإبادة. يعني هناك حرب إبادة، يعني نحن نتفهم في هذا البلد. أنا مواطن أمريكي، بعرف بلدي بتدعم إسرائيل، ولكن تدعم حرب إبادة بكل وقاحة؟ يدعم حرب إبادة؟ هذا جديد في هذا الموضوع، وأتى من بايدن، يعني من الحزب الديمقراطي. تصور أن خدعهم بايدن، خدعهم وبلينكن خدعهم وكذب عليهم عندما قال أن السياسة الخارجية تقوم على القانون الدولي وحقوق الإنسان. صحيح قانون الدول وحقوق الإنسان لابتزاز الدول العربية والإسلامية، ولكن عند موضوع إسرائيل لا يصبح هناك أي اهتمام للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حتى دعم إبادة بشكل كامل يعني. وبالتالي يعني قد نشهد تصويتا عقابيا من العرب من المسلمين. صحيح. لصالح يعني إذا ما ترشح يعني ترامب. صح، يعني شوف كما تفضلت، يعني الولايات المتأرجحة سيكون هناك دور للأصوات العرب والمسلمين، ولكن الرجل بايدن يراهن على أن العرب المسلمين هناك جزء منهم مستفيدين التعيينات في الإدارات الحكومية، وهناك منهم يعني ليس ملتزم بشكل كامل بقضية فلسطين. يعني فهو يعتقد أنه يمكن أن أحصل على بعض أصوات العرب المسلمين، لأنه ليس كلهم متحمسين لقضية فلسطين بذات القدر. هناك ناس مستفيدين من الحزب الديمقراطي، وهم يعني عندهم قضايا المثليين مثلا، قضايا العدالة الاجتماعية مثلا مهمة بالنسبة لهم، ويروا أن الحزب الديمقراطي هو المكان المناسب لهم. ولكن نعم سيكون هناك فرق، ولكن المشكلة الأكبر لبايدن أنه من أسوأ رؤساء أمريكا. هذا الرجل يعني تطلع استطلاعات الرأي، هناك نسبة كبيرة غير راضي عنه بغض النظر عن موضوع غزة، غير راضي عنه. الاقتصاد غير راضي عن الاقتصاد. استطلاعات الرأي بين بايدن وترامب، ترامب أحيانا كثيرة يفوز عليه أو أنه فرق بسيط جدا، يعني المارجن اوف ايرور 3% فرق يعني. فالنتيجة متقاربة، والترامب أنا أعتقد الأرجح هو سيربح الانتخابات، لأن بايدن رئيس ضعيف وسياسته عدم رضا عن الحدود، موضوع الحدود، موضوع التصور. يعني الأمريكي، شوف الأمريكي العادي يعني غير مطلع على الأمور. يعني أنا علمت طالب مرة لم تعرف أن هناك ولاية واشنطن وأن هناك واشنطن العاصمة. تصور الشعب الأمريكي يعني جاهل بقضايا كثيرة، يعني حتى يعرف أشياء بديهية، ولكن هو يعرف. أنا كان غبي يعني الناخب يعرف أنه مثلا يذهب لشراء البضائع في السوق يعرف الأسعار مرتفعة، يذهب لشراء بيت الفائدة مرتفعة، لشراء سيارة الفائدة مرتفعة، ينظر التلفزيون يجد أن الحرب بأوكرانيا وحرب بغزة. طيب يسأل نفسه عندما كان ترامب رئيس هل كان هناك حرب في أوكرانيا وغزة؟ هل كان هناك أسعار الفائدة عالي؟ هل كان في الغلاء الذي نشاهده؟ فيحكم على هذا الأساس. لذلك قال كلينتون الاقتصاد هو العماد، وإذا الاقتصاد سيء
حظوظ القمع في البيت الأبيض تصبح ضئيلة. طيب يعني كل ذلك مفهوم يعني بالنظر إلى طبيعة المجتمع الأمريكي، لكن من حين لآخر يعني يقوم البعض بخطوات ربما غير متوقعة مثل هذه الخطوة التي سأسأل عنها الآن. يعني بعض المجموعة من الموظفين الفيدراليين يعني أعلنوا الإضراب احتجاجا على سياسة بايدن في غزة، يعني هل هذه الخطوة يعني تمثل يعني شيء رمزي، خطوة رمزية؟ عزيزي، هناك إبادة جماعية في غزة، ونحن أكثر من 100 يوم من إبادة جماعية، تشويع للناس، تشويع. يعني أنا أفهم أنه والله حماس هاجمتهم، يضربوا حماس مثلا، يقتلوا بالغلط مثلا، يقتلوا بعض الأشخاص، ولكن إبادة، هناك إبادة، إبادة جماعية لهؤلاء الناس، آلاف، 23 ألف قتيل، 50 ألف جريح، تدمير شامل، تشويع للناس، ليس هناك أي مكان آمن. يعني هذا الضمير الإنسان لازم يكون غاضب، يكون غاضب لهذا. فحجم المأساة وحجم أنه أمريكا شريكة في الإبادة، أمريكا ليست داعمة إسرائيل في الإبادة، أمريكا شريكة كاملة بالإبادة وتعرف تماما الإبادة والسلاح من الأمريكيين. للأسف يعني أنا كأمريكي أخجل من ذلك، يعني أنا أخجل أن أكون أمريكي عندما دولتي شريكة في إبادة لهذا الشعب في غزة. يعني للأسف يعني حجم المأساة وحجم الكارثة وحجم الجريمة. يعني نحن نتكلم عن، كنا نقرأ عن النازيين، ماذا فعل العالم لما النازيين كانوا يقتلوا اليهود، اليوم يقتلوا الفلسطينيين ونشاهد على التلفزيون. فهناك ملايين الموظفين في أمريكا، ملايين موظفين الحكومة الأمريكية، هناك أعداد صغيرة هنا وهناك، يعني هناك شجاعة منهم، ولكن هل في نحن نواجه إبادة وهذا العدد يعني صغير جدا، وفي نهاية المطاف لا يؤثر في السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية الداعمة على طول الخط لإسرائيل، وأيضا فيما يتعلق بمسألة بيع الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، يبدو أنها لن تشهد تغييرا دكتور إحسان. عزيزي، ليس دعم، هذه الشركة الأمريكا شريكة في القتل. للأسف أمريكا شريكة في التجويع. يعني منذ البداية على بعض الناس بيقول لك مصر، يا أخي شو مصر، بخص مصر. أمريكا تقول منذ البداية للإسرائيلي أدخل المساعدات وتوقف عن ضرب المدنيين منذ بداية الحرب، وما زالت تقول ادخلوا، دعوا المساعدات تدخل وتوقف عن قتل المدنيين، واسرائيل تتجاهل. يعني معناتها امريكا تعرف انه اسرائيل لا تجوع الناس وتقصف المدنيين. يعني هذه ادانه لاسرائيل، يعني هذا من ضمن ادله محكمه العدل انه امريكا تعيد ذات التكرار. هي تجوع الناس، هناك جوع في غزه، تصور نحن في العام 2024 هناك تجويع للناس، هناك قتل الاطفال، هناك منع الادويه دخول للناس. تصور أمريكا ليست داعم، أمريكا شريكة، ما هذه سياسة أمريكية. كذب أنهم يقولوا أنه ما بدهم نتنياهو، نتنياهو في الحكم لأن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير محدود، تمنع المجتمع الدولي يعني حد أدنى يدخل الطعام للناس، حد أدنى إدخال الطعام والمساعدات الإنسانية. إسرائيل ترفض، أمريكا متواطئة، أمريكا لو تضغط على إسرائيل كانت دخلت المساعدات، ولكن لا تضغط، تستجدي، تطلب، تنصح بالموضوع، ولكن هذه النصيحة. يعني هناك مساعدات متكومة على الجانب المصري، الجانب المصري يقدم كل ما محتاجه الجماعات الإغاثة، كل يعني المصري يقول أنا أفعل ما تريدون، ماذا تريدون، لكن إسرائيلي ما أعرف، نحن مشكلة إسرائيل لا ذلك الذي يتكلم عن هذا الموضوع ويلوم أي دولة عربية أو إسلامية غلطان، المشكلة هي حرب أمريكية إسرائيلية. طيب هذه الصور المأساوية التي يعني تفضلت بشرحها والتي يعني نعيشها بشكل يومي على الأقل نعيشها إعلاميا، يعني هل تصل إلى المواطن الأمريكي من خلال وسائل الإعلام؟ هل وسائل الإعلام الأمريكية تغطي هذه المآسي التي يعني ليس لها مثيل الآن؟ الإعلام الأمريكي لا، إطلاقا لا. اليوم CNN كانت عندها تغطية للأهل المخطوفين في الرهائن في غزة، وكانت تغطية لايف يعني مباشر، تصور فوكس ما كانت عندها تغطية. هناك يعني تغطية بسيطة جدا 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 للمعاناة الإنسانية في غزة. يعني الإعلام، هناك إعلام عربي جيد ممتاز كله على موضوع غزة، إعلام ممتاز، ولكن إعلام الغربي للأسف متواطئ في الجريمة، متواطئ في الجريمة. وأنا حتى كنت جاء عندي جهازان تلفزة، واحد على الإعلام الغربي الأمريكي، واحد على الإعلام العربي.
لما انت اتكلم مع احد ابنائي قلت اريد ان اشاهد التلفزيون الاسرائيلي عن التلفزيون الامريكي، يعني كانك تشاهد تلفزيون اسرائيلي. للاسف هناك تواطؤ من الاعلام، لماذا؟ لانه نسبه كبيره منهم يهود امريكيين، واليهود الامريكيين بشكل بنسبه ساحقه هم الى جانب حرب الاباده وجانب اسرائيل. الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية كنتاكي.